تمام زي الفل. الصورة موجودة أم لا؟ كله هيجي دلوقتي، شايفني؟ أنا شايفك، نعم. تمام، مساء الفل. أهلا وسهلا. كيفك يا كريم؟ أنا عايز أستغل وجودك، بحيث إن مش عارف، مش لازم نستنى ونبتدي، وحتى لو حد عنده أسئلة بعد كده ممكن نجاوب عليها في التعليقات تحت. ماشي، أوكي. اوكي يعني ممكن نبتدي دلوقتي ولا نستنى دقيقة كمان مثلا عشان يبقى الميعاد بتاعنا حتى مظبوط؟ نزلوا دقيقتين. اما الصورة بتاعي موجودة؟ لا، الصورة مش واضحة لسه. طيب بالنسبة للصوت، انت سامع الصوت؟ اعلي الصوت او اعمل اي حاجة؟ اصبر، هني نشوف انا الصورة كيف. كويس، اوكي، الآن الصورة موجودة؟ لا، ما فهمتش ليش الصورة مش موجودة. بالصح، الصورة مش موجودة شوف لأن الكام كده. هاني مش نحل المشكلة. ماشي، الآن خد. الصورة موجودة. تمام. اوكي، انا عندنا حر هوني في هولندا كثير. احنا طيب، معلش، هو تقريبا اليوم 34 درجة. أوه مش ممكن في هولندا 34، دي كتير جدا. اوكي، عادة أنا هقول لك برضو إيه اللي أنا ناوي أعمله. هي هتبقى 50 دقيقة، هيبقى دردشة. مش عارف أنت إذا كنت اتفرجت على حاجة عندي أو لا، لكن عادة هستغل وجودك بالكلام في الغنوصية والصفر. ولازم يعني أنا عامل متهيألي 3 4 محاور، فيهم لازم هتكلم برضو انا ناصر زيرو، بما ان ابويا المادي ابراهيم وابويا الفكري زيرو، فلازم هنتكلم برضو على الصفر في وجودك وكده، والصفر المطلق وكده. ورؤيتي انا في الرؤية الحديثة برضو هنتعرض ل كل واحد بعد سن. انا دلوقتي عندي 60 سنة على فكرة، او في ديسمبر الجاي هبقى 60. ف المفروض بعد فترة الواحد بيبقى وصل لشكل معين للعقيدة بتاعته، واعتقد ان انت بتعتقد في الالحاد الايماني. فبرضو هطرح انا ايه الاعمدة، وممكن برضو يكون انت تعليقك برضو او كده، ولو انت عندك اي اسئلة برضو ليا، لو في اي اسئلة ممكن احنا ممكن نبتدي دلوقتي الميعاد. احنا بدأنا الآن في المباشر. احنا بادئين في المباشر، لكن هنقول ان الدقيقتين دول بتاعتي وبتاعتك يعني، لكن هي ضمن الفيديو طبعا. انا في البداية هعمل شير دلوقتي ل في اعتقد هي دلوقتي موجودة على ال هل هناك وجود للكيان المعنوي، او سميه زي ما تسميه، الانا العليا، النفس، العقل الواعي، الباطن، الروح، ايا كانت يعني، بغض النظر، للكائن الحي. وانا هنا بقول لك للكائن الحي قبل الولادة وبعد الموت مع التعليم. بالنسبة لناصر، انا برضو هشارك في الدهيء، وهشارك في واحدة تانية برضو اللي هي اعتقد ممكن تكون دي. لا سوري، ممكن اشارك بدي مثلا ناصر. الاعداد وعلم الحساب، يعني دول العواميد الأساسية بالنسبة لي، الأعداد وعلم الحساب، النسبية إلى العودة للتجسد بهدف ترقي الصفات المعنوية للكائن الحي، والتجاذب. دول يعتبروا الأعمدة الرئيسية. لو هنقول كريم العبيدي بعد الرحلة الطويلة في البحث والوصول للإلحاد الإيماني أو كده،
تقول ايه؟ اولا تجاوب لي على السؤال اللي هو بالنسبه لقبل الولاده وبعد الموت، بعد كده بالنسبه للاعمده الرئيسيه. اتفضل. على فكره الاول عرف نفسك. على فكره برضو يا جماعه ده اول بس مباشر، فمعلش لو كنت في اخطاء. انا ناصر وبتشرف بان معايا كريم العبيد. اتفضل يا كريم، قدم نفسك واتفضل. اهلا وسهلا بكم، السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. كريم العبيدي من تونس، اعيش في هولندا، عندي رحلة طويلة مع البحث عن الذات، خلينا نقول الذات، لان بالنسبة لي الذات هي اهم شيء، يعني هو تحقيق الذات لكل فرد. فهمت؟ هذا بصفة عامة التعريف يعني حول نفسي. بالنسبة للسؤال الأول، لو تعيد السؤال تضعه لكي أقرأه وأعطي رأيي في السؤال. حاضر. تفضل. أوكي، أنت قلت هون في الكتابة، هل هناك وجود للكيان المعنوي الأنا العليا النفس العقل الوعي أو الباطن؟ بالنسبة لي ليس معناته عندما أقول الأنا أقول النفس، وعندما أقول النفس أقول الوعي، هذا يمكن أن نعتبره شيء واحد، ولكن العقل لا يدخل في الأنا حسب رأيي. طبعا للكائن الحي قبل الولادة وبعد الموت، هنا الكائن الحي معناتها هل تقصد الإنسان أم تقصد بصفة عامة الكائنات الحية من النبات للحيوان للإنسان المعروف لدى البشر اليوم؟ هنا أنا بعممها شوية، لأن أنا فعلا بتخيل إن كله جه من كله، من أول بداية النبات لكده. لكن مبدئيا هنقول بما أننا بنتكلم على الإنسان، وهنا على فكرة أنا بقول الكيان المعنوي برضو، ما بقولش الأنا العليا أو نفس، دي ألفاظ كل ناس بيقولوها، كل واحد على حسب ما يعتقد. لكن أنا بفضل تسميتها أن الإنسان بيتكون من جزئين، جزء مادي وجزء معنوي، فأنا بسميه الكيان المعنوي بغض النظر عن إيه. وهنتكلم على الإنسان، هل الإنسان فعلا ليه وجود قبل الولادة ولماذا، وهل ليه وجود بعد الولادة مع التعليم مش أكتر. اتفضل. أوكي، خلينا في الإنسان، رغم اللي نفس الشيء، أنا أعتبر أن كل ما هو موجود في الإنسان موجود في الموجودات الأخرى ولكن بطريقة أقل. أنا بشاركك على فكرة، بشاركك تماما. في حاجات لو هنختلف فيها يا ريت تنقضني في الاختلافات، لكن لو بدان متفقين في نقطة يبقى نقولها بسرعة ونعديها ونركز شوية في الاختلافات. اتفضل. ما كان حتى مشكلة، لأنها أيضا لازم نعملها لكي الإنسان يفهم الموضوع أو يقع ما يسمى بحوار إيجابي، يجب أن نتفق على المصطلحات. المهم مش مشكل، خلينا نطلق الكيان المعنوي اللي هي تعتبر بالنسبة لي كالنفس. بالنسبة لي الإنسان ليس له وجود قبل أن يأتي لهذا الوجود، ليس له وعي وليس له نفس، ولكن عنده كل المقومات لكي يكون له ذلك، وخلال هذه الحياة مرحلة الحياة يكون نفسه وتصبح له نفس ويصبح له وعي. وبالنسبة لي بعد الموت يعود الإنسان، أو نجم نقول يعود أو لا يعود، لأني أعتبر أنا قبل الولادة الإنسان يكون مجرد إيقونة، يعني النجم نقول عدد لو نستعمل الأعداد، مجرد عدد. بينما عندما يأتي إلى هذه الحياة ويمر بتجربة من خلال المادة يصبح له وجود فعلي، وعندما يموت، طبعا أنا لا أؤمن بالموت، وإنما عندما يموت الجسم المادي يبقى موجود بعد الموت. هذه وجهة نظري. تمام. نتنقل للنقطة الثانية بما إنك معايا، نوقف ده. نقول بالنسبة للغنوصية والصفر، لأن دي برضو مهمة جدا. أنا كان بالنسبة لي أشارك برضو بالحتة دي، فعلا دي احنا عاملها حلو، اللي هو الصفر النسبي. أو سوري اختفت.
الصفر النسبي والصفر في الجنوسية. أنا شايف برضو، أنا بس حدي مثالين، إن آخر 100 سنة أصبح الصفر النسبي بيتدرس في المدارس وبقى مفهوم، غير الصفر الإيجابي والصفر السلبي في الغنوصية وكده، وأصبح سهل. حد مثالين بسيطين للصفر النسبي، وإزاي ممكن يكون مطلق، وإزاي يتحول من مطلق نسبي أو من نسبي لمطلق. حد مثالين بسيطين. المثال الأول عن الأبعاد، وهو لو إحنا داخل الكرة الأرضية، يعني كريم دلوقتي قاعد وثابت في مكانه، وناصر دلوقتي قاعد وثابت في مكانه، فالصفر بالنسبة للأعداد بالنسبة للكرة الأرضية هو مركز الكرة الأرضية، والعلاقة اللي بين ناصر وكريم حاليا طول ما أنا ثابت بالنسبة لمركز الكرة الأرضية وأنت ثابت بالنسبة لمركز الكرة الأرضية، فالمسافة اللي بيني وبينك ثابتة مع الزمن، فبتصبح مطلقة طول ما احنا ثابتين مع الزمن، وبذلك بنقول عليها مطلق. لكن لمجرد ان احنا نتحرك او نخرج خارج نطاق الكرة الأرضية يبقى نسبي. مثال تاني على الحرام والحلال، الصفر اللي بينهم بيختلف من مكان لمكان، او من عقيدة لعقيدة، او من دين لدين. تتلاقي حتى ممكن الحرام في حاجات والحلال في حاجات. فالمهم عايز اوصل من النقطة ده، ان احنا عندنا اصفار نسبية لكل حاجة، مش شرط ايجابي وسلبي. ممكن اتفق معاك في الصفر المطلق هو وحيد، وهو الصفر العددي وهو ثابت. بحس ان انا لما بتابعك في الفيديوهات انك انت دايما بتتكلم على الصفر الايجابي والصفر السلبي، واللي هو الشرح ممكن يناسبني من قبل مثلا 150 سنة، لكن بعد النسبية وبعد كده وبعد الصفر النسبي المتواجد لأي شيء وأصبح ما لا نهاية، ممكن صفر نسبي كل شيء فيه ضدين أو فيه أي حاجة ممكن تجيب له الصفر النسبي. رأيك إيه في الحكاية دي؟ أو ليه لازلت بحس إن أنت ميال برضو شوية للغنوصية وما طورتش نفسك مع الرؤية الحديثة للرياضيات؟ أوكي، شكراً. أردت قبل أن أجيب عن السؤال، ماذا تقصد بالصفر النسبي؟ هو الصفر النسبي مش محتاج اي حاجة في ان احنا هقوله. انا اديت مثالين للصفر النسبي، وهو الصفر بالنسبة للابعاد، وقلت مركز الكرة الارضية هو الصفر النسبي للابعاد، بمعنى ان احنا لو خرجنا خارج، يعني الصفر النسبي ده يصبح مطلق طول ما احنا جواه، طول ما احنا داخل الكرة الأرضية جوه. لو احنا خرجنا خارج الغلاف الجوي واتجهنا للجاذبية الأرضية مثلا الأكبر للشمس أو خارج كده، أصبح صفر نسبي، والصفر المطلق بتاعنا مركز الشمس، وهكذا. نفس الحكاية، أي حاجة فيها ضدين، فيها سالب وموجب، هما ما بيبقوش ضدين، هما درجتين في حاجة واحدة، لكن هنفترض لغويا إن هما ضدين، زي الحرارة والبرد. احنا بنخترع صفر نسبي، اللي هو نقول اللي تحتيه هيبقى برد، اللي فوقيه هيبقى حر، لكن برضو في الاخر ده نسبي ليا. لكن لو خرجت خارج نطاق الانسان اللي هو على الكرة الارضية، لا، ممكن كائن حي تاني يشوف ان الصفر النسبي بتاعه مختلف خالص، ويشوف ان الحر اللي انا شايفه حر برد مثلا. وكمان ناخد حاجة معنوية شوية، زي الخير والشر أو الحرام والحلال، المفروض دول حاجة لغويا ضدين، فبيفصل بينهم صفر. فالصفر ده لأنه مش مطلق، أنا ما عنديش عقيدة مطلقة عشان أحدد الحرام والحلال، وبالتالي حتى كل العقائد اللي هي متواجدة عقائد الصفر بتاعها صفر نسبي، وبالتالي طول ما أنت جوه العقيدة ما بين الحرام والحلال ولا تتشكك فيها، فأنت داخل وثابت في العقيدة، فأنت بتفترض إن ده مطلق ليك. لكن لمجرد إن أنت تشك أو تخرج خارج العقيدة بأي شك أو بدون ثبات، بتلاقي نفسك اوريدي بقى نسبي لأصفار تانية. دي الأصفار النسبية اللي بتتدرس حتى في العلوم، ممكن تطبقها زي ما أنا طبقتها دلوقتي على الأشياء المعنوية زي الخير والشر.
أو باختصار الصفر النسبي هو النقطة الفاصلة بين الضدين، وممكن تتحول إلى مطلقة في حالة ثبات هذا الكيان داخل هذا الشيء. مش عارف وصلت لك المعلومة ولا لا؟ وصلت لي المعلومة. أوكي، أول نقطة فيما يخص الغنوصية، كما قلت وأقول دائما، الغنوصية ليس فكر، يعني هي ليس فكر، هي أدوات للوصول إلى فكر معين. يعني الغنوصية عندما تتكلم على الصفر تتكلم على قاعدة أو ما يسمى في الفلسفة ننطلق من قاعدة لكي نصل إلى استنتاج. أي إنسان يأخذ القاعدة الغنوصية ويصل بها إلى استنتاج خاص به. وهناك أشخاص يعني يكونون على بالأدوات الغنوصية عقيدة سوى لأنفسهم أو لأنفسهم وللآخرين. هذه نقطة مهمة ما حبيت نقولها. بالنسبة للغنوصية عندما تتكلم على الصفر ما يسمى المطلق، ما يسمى صفر نقطة الوسط اللي هي الوسط، هذا بالنسبة للغنوصية هناك صفر واحد مطلق، هناك نقطة وسط واحدة، وهو له سلبي وله إيجابي. بينما بالنسبة للأصفار اللي قلت أنت، الأصفار تختلف على حسب كل شخص، أنا متفق معك في هذه الفكرة، لأن بين الصفر المطلق والصفر الإيجابي هناك أزل من الأصفار، كما أن من بين الصفر السلبي والصفر المطلق هناك أزل من الأصفار. إذن معناتها من هذه الناحية ننطلق، أنت تتكلم على الصفر النسبي. بالنسبة للغنوصية تعتبر الصفر المستعمل الآن عند عندما نقول صفر، معنى احنا نقصد به الصفر الإيجابي. أما الرياضيات صحيح تستعمل الصفر هذا لكي تضعه في أي شيء لكي تحدد نقطة الوسط، لأن الصفر المطلق الأصلي الإنسان بصفة عامة مازال ما وصلوش، معناتها بالمفهوم يعني مازال ما وصلوش تطبيقيا لأنه لا يمكن تطبيقه، هذه الناحية. أما بالنسبة الصفر السلبي والإيجابي يستعمل، أنا ليس عندي علم في الرياضيات ولكن سألت بعض المختصين في مجال الرياضيات، قالك في بعض الحالات يستعمل في علم الرياضيات الصفر الإيجابي والصفر السلبي. إذن لو أعرف شنو أنت معناتها بالضبط السؤال متاعك باش نجم نجاوبك، السؤال متاعك فيما يخص هذه النقطة، نظن وضحت الفكرة بصفة عامة. تمام، هو بس أنا عايز أأكد معلومة، هو الصفر المطلق معروف، يعني هو الصفر العددي، يعني أنا ما عنديش نقاش في الـ absolute zero أو الصفر المطلق، ده موجود وهو مركز الأعداد وهو اللي بيفصل ما بين الأعداد السالبة والأعداد الموجبة، متهيألي أنا ليا فيديو على النقطة دي. فبالنسبة للصفر المطلق معروف، يعني موضوع إنه مش معروف دي بالنسبة لي، لأ أنا بالنسبة لي معروف. اتنين، هو اللي أنا عايز أقوله إن أنا استنبطت العقيدة بتاعتي 70% منها بيعتمد على الأعداد، واستنبطت جميع الأسئلة الغيبية اللي كانت بتراودني واللي حاولت أشكك فيها من الأعداد. لكن بالنسبة للفكرة بتاعت زي ما انت برضو قلت كلمة وانت بتقولها ان هي في أصفار لا نهائية، وده انا متفق معاك. وموضوع الصفر الإيجابي، أيوة طبعا، ما في أعداد إيجابية وممكن نحط أي صفر نسبي إيجابي ما بين الأعداد، بس هيبقى نسبي. يعني مثلا أنا هفترض الطول المتوسط، لما بتلاقي مثلا في مجتمع يا كريم الأطوال، بس الطول المتوسط هو 170 سنتي، فبقول ال 170 سنتي دي هي الصفر النسبي، اكتر من كده هيبقى موجب واقل من كده هيبقى سالب، بالرغم ان كله في الموجب، يعني كله في البعد الايجابي. فاللي انا عايز اقوله ان ايوه اللي انت بتقوله يعني مناسبنيش، لانه مش اعم من فكرة النسبي، يعني الايجابي والسلبي بعد النسبية بقت الأعم في المفهوم النسبية. أدي الفكرة، يعني أنا بتناقش معك مش مختلف معك على فكرة فيها، بس هو شرح بطريقتين مختلفتين.
لنفس النقطة، يعني هي اللي انت بتقوله مظبوط بالنسبة لي بس مشروحة بالنسبية. انت يمكن واخد طريقة الغنوصية، مش عارف، بس مش عايزين نضيع وقت فيها برضو، احنا ممكن نعديها. لو عندك تعليق اتفضل. لا عندي تعليق بالنسبة للصفر، عندما تقول لأي إنسان الصفر، احنا نعرف ان الاعداد السلبية الايجابية عندما نستعمل وتنستعمل الواحد بدون اضافة زايد، نعرف واحنا طبيعي هو زايد، يعني الواحد ما نش محتاجين نضيف اليه زايد. لماذا؟ لان احنا في عالم الوجود، ولا يعني عالم ايجابي، فلهذا نستعمل الواحد بدون اضافة اليه زايد، ونستعمل الاثنين بدون اضافة اليه زايد. بينما عندما نريد ان نقصد بالسلبي مجبورين ان نضع الناقص، يعني خط الناقص لكي نعرف ان هذا الواحد، لكي نفرق من بين الواحد الناقص او السلبي والواحد الايجابي. انا عندما قلت ان الصفر المطلق او الوسط، الصفر اللي موجود في الغنوصيه اللي انا انتهيت اليه في الفيديوهات متاعي ولم اكمل بعد الحديث عليه، هو مش معروف. عندما نقول مش معروف، ليس يعني مش معروف بالمفهوم انه يعني غير معروف اصلا، لا، يعني وقت نقولوا احنا تو اي انسان او اي شخص نستعمله ديما واحد سلبي صفر، ونستعمل واحد ايجابي. فالصفر هذا اللي احنا نتكلم عليه واللي تعرفه الناس الكل، هو في الحقيقه ليس الصفر الغنوصي الذي يعتبر نقطه الوسط، هو الصفر النسبي اللي هو زايد صفر. اظن فهمتني في النقطه هذه. هو الصفر الإيجابي لم نضع قدامه زايد لأنه داخل في عالم الوجود. إذن عندما نقول أن الصفر المطلق الوسط اللي تتكلم عليه الغنوصية غير مستعمل، لأن احنا في عالم الوجود نبدأ من الصفر الإيجابي، لا نحكي على الصفر الوسط الحقيقي الذي هو بين الصفر السلبي والصفر الإيجابي، ولا نتكلم عليه إلا في عالم العرفان والروحانيات، لأن العلم المادي أو العلم التجريبي ينطلق من الصفر الإيجابي، ويعتبر اللي قبل الصفر الإيجابي مباشرة الواحد السلبي. هذه النقطة اللي أردت أن أوضحها، أرجو أن تكون واضحة يعني في المسألة. هي واضحة، بس كده هختلف معاك، لأن أنا بفترض الأعداد هي الكتاب المقدس بتاعي، وأنا بفترض أن الأعداد الموجبة هي كل ما هو ممكن تعيه بعقلك، يعني أي شيء ممكن تعيه بعقلك هو الأعداد الموجبة، أي شيء أو بسميه الوجود، واللا وجود بالنسبة لي أو اللي أنا ما أقدرش أستوعبه هي الأعداد السالبة، وإن كل شيء في الوجود ليه أرقام، حتى أنا ليه رقم، والأرقام دي بتتغير طول ما بالتجارب والصفات بتاعتي بتتغير، كل فرقم بيتغير، وفي انجذاب ناحية الصفر. ما علينا عشان ما خرمش او في الحتة دي، لكن ايوه اتفضل. لا غير اردت ان اقول ان انت الكلام اللي قلته جدا معقول، ان احنا موجودين في عالم الوجود ولا يمكن ان نستوعب الا من هو داخل عالم الوجود، وعالم الوجود يبدأ حقيقة من الصفر الايجابي، يعني قبل عالم الوجود من بين الصفر الإيجابي والصفر السلبي هو عالم بين الوجود والعدم. إذن العقل متاعنا احنا لا نفهم إلا آخر المرحلة الوسطى الذي هي الصفر الإيجابي. المهم يعني يمكن نختلف في هذه المسألة. لا بس عايز أكد على حاجة برضو في الأعداد، لأن الأعداد حاسمة، الأعداد حاسمة. الأعداد يا كريم، أنا في هقفل بعد نص دقيقة الموضوع، بس الأعداد ما بتتكررش، يعني ما فيش صفر حلو وصفر وحش، الصفر هو صفر بس، صفر مطلق، لكن ما فيش صفر إيجابي وصفر سلبي، لازم تخش على الصفر النسبي. ما علينا، اختلفنا لكن مش أشكال. مش مشكلة. لكن أرجع تاني للعقيدة بتاعتي، عشان النقط اللي إحنا أكيد هنختلف فيها. أشارك في ده أشارك في ده اللي هو الجزء
الأعداد وعلم الحساب مش ما أعتقدش هنختلف فيه، نسبيا مش هنختلف فيها لأنها أعتقد التجاذب، ولو هنختلف قولي. لكن النقطة بتاعت العودة للتجسد بهدف تركي الصفات المعنوية للكائن الحي. أنت فاكر إن أنا قلت الكائن الحي بيتكون من جزئين، جزء مادي وجزء معنوي. أنا بشوف رؤيتي والأسباب منطقية بالنسبة لوجهة نظري إن العودة للتجسد ضرورية لا محالة، وممكن نتناقش فيها. مثلا ممكن كمان نلغي دي ونقول مثلا أسباب العودة للتجسد ممكن تكون، أنا مجهز برضو واحدة، أو سوري، واضحة. أنا حاولت، أنا على فكرة كريم من صغري وأنا بحاول أنقد الأشياء اللي أنا كأفكار جات لي من ضمن، يعني أنا من صغري برضو عمال أبحث في الصفر المطلق والصفر، وعمال أقول يعني أنا من صغري برضو اتحولت من عبادة الله، بس أنا غير مؤمن بالعبادة أساساً لأني لا أحب أن أنا أعبد في الأساس لأني حر، لكن اتحولت الفكرة للصفر المطلق. ما علينا. وبعدين أسألك سؤال في النقطة هذه قبل أن تكمل كلامك. اتفضل. كيف أتتك الفكرة حول الصفر المطلق؟ أنا هذا معناته اللي حبيت نسأله لك، يعني قلت لو ألتقي معه في المباشر، هل كانت مسألة فطرية طبيعية ظهرت لك في سن مبكر أم كانت نتيجة بحث؟ هذا سؤال يعني بالنسبة لي مهم، لأن معناتها أنا وصلت للصفر بعد دراسة طويلة وبحث طويل، يعني فكرة الصفر يعني لم تكن فطرية. تمام. أنا ما هنا بقى النقطة اللي أنا، لا هي كانت فطرية بحتة، وأول واحد أسمعه يتكلم على الصفر بعد مثلا 30 40 سنه هو انت. لكن هو معروف في الاوساط العرفيه وكانوا العيال زمان مسميه والسريه، يعني في المذاهب السريه كلها تتكلم على الصفر ولكن لا تقولها للعامه. انا يعني بقول لك انا اول واحد اسمعه يتكلم على الصفر هو انت في فيديوهاتك. أوكي. لا أنا تعجبت كيف أنت توصلت للفكرة، يعني كيف أتتك الفكرة؟ هل تعقل كيف جاتك الفكرة هذه؟ أيوة، لأني أنا هقول لك ما هو البداية، إن أنا الموضوع بسيط خالص. من صغري برضو إحنا بنشوف مثلا الشمس تشرق من الشرق وتطلع غلط، ولا نظرية التطور ويطلع حواء آدم وتطلع غلط. وبعدين حاولت أعرف المطلق، هل في مطلق؟ هل في شيء مطلق؟ الشيء الوحيد المطلق اللي أنا اتلاقيته ولا يتغير بالزمان والمكان هي الأعداد. وكان الصفر العددي هو مركز الأعداد، وهو سميته مطلق المطلق. ومن هنا ابتديت أنا أحب الرياضة من صغري، أنا أحب الحساب والرياضة من صغري، وابتديت أعتبر أن الصفر هو الصفر المطلق، هو الشيء المطلق الوحيد اللي موجود. ولاني انا نسبي وفي كون نسبي، فانا قلت لازم احنا نروح للمطلق ونشوف المطلق ادانا ايه، واللي ادهونا هو اللي نشتغل بيه. لان انا مهما هفكر هيبقى تفكيري نسبي بالنسبه ليا، بالنسبه ليا كانسان، لكن بالنسبه لكائن حي راقي، يعني احنا النبات ممكن يكون فيها اخذت اتجاه، يعني حتى الكائنات الحية ممكن النباتات تكون أرقى مننا وإحنا مش دريانين، وإحنا في تواصل بيننا وبين مش كل النباتات طبعا. يعني أنا غاوي أمشي أعد في عدد الزهور مثلا، وتلاقي لا في أخطاء، في نبات بيخطأ في الأعداد وفي نبات لا يخطأ. المهم برضه عشان ما نخرجش في الموضوع يبقى الإجابة محددة على السؤال، فابتديت أروح للجزء المطلق الموجود عندنا هو إيه؟ الأعداد. ومن هنا الأعداد ابتديت أفسر بيها الغيبيات بتاعتي، الأسئلة الغيبية اللي هو السؤال الأولاني، هو أنا جيت منين قبل ما تولد، ولا كان لي وجود ولا لا، هل هروح فين ولا لا.
وعلاقة الأرقام بقى بالعودة للتجسد والصفات، واللي هي النقطة اللي أنا قلتها قبل كده اللي هي العودة للتجسد بهدف ترقي الصفات المعنوية للكائن الحي. لأن أنا بشوف برضو إن الإنسان ما يقدرش في حياة واحدة يطور الصفات بتاعته، وخاصة الأنانية، الكذب، العبودية، الخوف، الخوف الفكري، الخوف من الظلام، الخوف من المجهول، الخوف من الناس، الخوف من المادة، كلها حاجات يعني مهما ما كان. وخاصة ان احنا طالعين من، او انا بشوف ان احنا طالعين من الحيوان، يعني لما الحيوان يرتقي ويوصل لقمة الرقي الحيوان بصفاته ويبتدي يتحول لإنسان متخلف عقليا أو يتجسد في كده، فيبتدي ما هو الخوف ده عند الحيوان ممكن يكون شيء كويس وممكن يكون شيء وحش. المهم في النقطة عشان بس ما نتوهش والمدة ما تاخدناش، وصلت لك المعلومة أنا إزاي وصلت للصفر المطلق أو للأعداد؟ وهي دي اللي باخد هو وصلت المعلومة، وهذا ما أنت أنا أتفق فيه معك، لأن حتى من ناحية العلم التجريبي يعني أنا باتصال كثير يعني بأشخاص مهتمين بالعلم التجريبي، وقالوا لي لو كانت هناك موجودات أخرى في الكون لا يمكن أن نتعامل معها إلا بلغة الأعداد. إذن لغة الأعداد هي لغة نجم نقوله معناتها نجم نقوله هي لغة قارة واقفة، فهمت؟ واضحة. إذن أنا متفق معك في هذه الفكرة. واصل الحديث. وعلى فكرة كمان أنا ليا حاجات كتيرة إزاي نستخدم الأعداد والمعادلات الرياضية في الأجوبة على حاجات كتيرة، وأنا يمكن عملت فيديوهات في هذا الكلام والطريقة إزاي. يمكن أنا برضو ما حاولتش أقول الحاجات الخاصة بتاعتي قوي لأنها الخاصة خاصة، لكن حاولت أحط العام. لكن نرجع تاني ليه العودة للتجسد، وقلت إن هو أي شيء موجود أو نقدر نتخيله بياخد أرقام، والأرقام دي دايما في تغيير ودايما في تطور. المهم ما علينا، ليه أنا العودة للتجسد؟ أول سؤال، لماذا لم تنقرض المثلية الجنسية في الحيوان أو الإنسان بالرغم من عدم إنجابهم أجيال جديدة؟ ده سؤال حيرني، المثلية الجنسية، وخاصة لو انت بتقول ساعات بتقول ان الصفات بتتنقل. لا، هو في فرق شاسع ما بين الصفات المادية اللي هي بتاعت الخلايا وصفات الكائن الحي، من ذكاء، من غباء، من خوف، من مشاعر، من حب، من حنية الى اخره. حتى التوأم بيبقى فيه اختلاف. فردك ايه على السؤال دون؟ يعني انا مش عارف دلوقتي، لان لو هو حتى بتتنقل بالجين، فالمفروض مع مرور الاجيال المثلية كانت تنقرض. يعني انا لم اقل ان المشاعر والافكار تنتقل بالجين، وانما قلت ان في الجين هناك تسهيلات لي بالنسبة لي، المشاعر التي هي تمثل النفس والأفكار اللي هي تمثل العقل هما كائنين موجودين فعليا، ما يطلق عليها بالعقل الكلي والنفس الكلية، وهو القاعدة التي تشترك فيها كل الموجودات. هي عبارة على بحر، وإحنا عبارة على قطرة في هذا البحر. يعني وعندما نكون قطرة في هذا البحر يمكن أن نتصل بالبحر كله، ويمكن أن لا يكون لنا اتصال بالبحر كله. إذن بالنسبة لي ما يمثل أي مشاعر إنسانية أو أي فعل إنساني هو موجود يا إما في مجال المشاعر النفسية أو في مجال الأفكار، معناتها الأفكار يعني في بحر الفكر الكلي. هذه نقطة. ماذا يوقع في الجينات؟ فالجينات مثلا نفترضوا أن إنسان عنده مثلا عندما ينجب ولد يكون والتغلغل ما يسمى التغلغل النفس الكلية أو ما يسمى الفكر الكلي
في الجسم الإنساني يكون عن طريق المخ، والمخ متصل اتصال كلي بالجسم. إذا أنا عندما أفكر في شيء لا يعني أني أنقل الفكرة إلى ابني، وإنما أفتح له مجال لكي يتلقى تلك الفكرة عندما يوجد في هذا الوجود، يعني يكون عنده فرصة أسهل من شخص آخر ليوصل للفكرة اللي أنا فكرت فيها أو أنا عملتها. لهذا المثلية الجنسية هي طبع، هي طبع من الطباع النجم نرتبطوها بما يسمى النفس الإحساس، وهذه موجودة كأصل كرقم حقيقي فيما يسمى النفس الكلية. والأشخاص الذي يأتون إلى هذه الحياة، هناك أشخاص يتولدوا عندهم القابلية لهذه الفكرة نتيجة تفكير أو نتيجة خلل أو نتيجة مش خلل نتيجة ما نسميهاش خلل نتيجة تركيبة جنسية، تلقاهم أكثر تأثير الجسم متاعهم القنوات متاعهم أكثر تأثير لالتقاط هذه الفكرة. هذا ما قلت بالضبط. إذن الأفكار والأحاسيس أو المشاعر لا تنتقل جينيا، وإنما السبل متاعها أو ما يسمى القنوات متاعها هي الذي تنتقل جينيا عن طريق الجسم. نظن الفكرة واضحة. واضحة، بس لسه عايزة تعقيب تاني. هقول لك ليه. أولا أنا بتكلم على المثلية الجنسية، بيبقى الشخص ذكر فيزيائيا كامل. هنا أنا بخص ناس معينة، يعني المثلية الجنسية فيها حاجات كتير، لكن أنا بخص إن هناك شخص فيزيائيا ذكر كامل لكن هو فكريا شايف نفسه أنثى، أو العكس أنثى فيزيائيا كاملة لكن شايفة نفسها فكريا ذكر. ده موجود. واتنين اللي انا بقول عليه ده بالذات اللي هو دايما يعني ذكر وفكره انثوي، بالتالي مش هينجب يعني، او فرصة انجابه خلينا نقول فرصة انجابه اقل بكتير، وخاصة في الحيوان. يعني المثلية الجنسية في الحيوان المفروض فرصة انجاب المثل الجنسية في الحيوان تكون اقل من الحيوان الطبيعي اللي هو المغاير، ومع ذلك النسبة لازالت موجودة. ليه مش عبر السنين انقرضت؟ لا تنقرض، لأن المثلية الجنسية لو نأخذها كوحدة وحدها، لو نأخذها كرقم مثلا نقول الرقم بتاعها 600 سين سين مثلا، الرقم بتاعها سين، فهي موجودة بالفعل. وهناك أشخاص يتولدوا وتلقاهم يعني أجدادهم ما عمرهم ما فكروا في المثلية الجنسية، لكن تولدوا الجسم متاعهم يجذب يلتقط هذه الفكرة سين، فيصبحوا من الداخل مثليين وفي الخارج فهمت تلقاه ذكر وفي الداخل متاعه أنثى، لأنه التركيبة الجسمية متاعه سمحت له، أو القنوات اللي موجودة في الجينات متاعه، أو حتى طريقة التربية. أنا عندي فكرة في المثلية ليس وراثية المثلية أول شيء، وثاني شيء ليس بالولادة، الإنسان يمكن أن يصبح مثلي مع الوقت، فهمت؟ نتيجة التربية، نتيجة ظروف، عوامل، نتيجة قرار واختيار، نتيجة تجربة قام بها وعجبته. إذن هنا المثلية الجنسية تعتبر بالنسبة لي رقم، هي سين. يعني ولو حتى يعني نفترض افتراضا، فهمت افتراضا، ان معناتها نجم نقول احنا ماتوا كل البشر وبقى امراه ورجل فقط وجابوا اولاد، يمكن ان تظهر فيهم المثليه الجنسيه، لان المثليه الجنسيه رقم قار في الوجود. ماشي، همشيها. ليه؟ لانك انت افترضت ان في بحر كبير افكار او يعني بناخد منه، وبالتالي ما اقدرش على هرجع في نقطة تانية اللي هي حياة واحدة لا تكفي لكي تترقى كل صفاتك الإنسانية،
ولا تكفي حتى لترقي صفة واحدة من الدرجة الحيوانية إلى درجة الإنسان الراقي. إيه الحتة دي؟ يعني أنا بشوف التجارب، طبعا الإنسان بيتطور أو بيزداد خبرة بالمصائب أو المشاكل أو الأحداث اللي بتحصل له خلال حياته، فصعب جدا ان انت صفة تكون انت جبان بنسبة بتاخد 10 من 10 في الجبن من الضلمة مثلا، وعلى اخر حياتك توصل لصفر. يعني كونك ان انت تنقلها من 10 لـ10 لتبقى 6 من 10 في خلال حياتك، ده يبقى انجاز. ان انا كنت فعلا بخاف من الضلمة، من اي ضلمة، لكن دلوقتي ممكن الضلمة في الهواء الطلق ما خافش منها، لكن لو في أماكن محدودة. أنا بدي لك أمثلة. فهل أنت شايف أنه ممكن حياة واحدة بتجاربها كافية لترقي الكائن الحي في صفاته كلها، بافتراض أن هي أنه، لأن حتى الإنسان أو الحيوان أو كده لما بيتولدوا في بداية ولادهم كأطفال يبقى في نسب في الذكاء ونسب في المشاعر ونسب واضحة حتى في التوأم. فهل أنت شايف حياة واحدة تكفي؟ أجيب عن هذا السؤال. هو سؤال جدا مهم، رغم اللي فيه بعض، معناتها لازم معناتها نعطيك الفكرة متاعي أنا، فأنت شخصية، فأنت على حسب الأدوات الغنوصية طبعا. في الحقيقة أنا قلت لك إن مثلا المثلية الجنسية أو الخوف أو أي معناتها مشاعر أو أي فكرة مهما كانت هي موجودة قبل كأيقونة، يعني قبل أن توجد المادة كانت موجودة كأيقونة فارغة، ومن خلال التجربة المادية أصبحت لها وجود فعلي تظهر من خلال عالم المادة. ماذا تقول الغنوصية في هذه المسألة؟ الغنوصية تؤمن بفكرة مهمة إن لا تكرار في الوجود، يعني الشيء ليس له إلا فرصة واحدة. ولكن الغنوصية تؤمن بفكرة أخرى أهم، إن مثلا فكرة الخوف، فكرة الخوف بالنسبة للغنوصية هي فكرة تطورت من المادة إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان. يعني اللي حبيت نقول، اللي أنت تتكلم عليه، هل حياة واحدة تكفي؟ نقول لك نعم أم لا، نقول لك نعم ولا في نفس الوقت. كيف؟ هي كشخص، أنا كشخص معناتها كذات، أنا وجودي هنا مرة واحدة. أما الخوف والمشاعر اللي أحملها أو الأفكار اللي أحملها تطورت من خلال كل البشر ومن خلال كل الحيوانات ومن خلال كل النبات ومن خلال كل الجماد. لهذا الغنوصية تؤمن أن العناصر الأربعة اللي تعتبر مكونة لجسم الإنسان، اللي هي الجسم والطاقة والعقل والنفس، هي موجودة في كل موجود، ولا يمكن لموجود إلا أن يكون متكون من 4 عناصر. وتؤمن الغنوصية مثلا أن هناك حيوانات يطورون بعض المشاعر، وهناك حيوانات، مثلا الحيوانات التي تطير عندها مشاعر خاصة، والحيوانات التي في البحر عندها مشاعر خاصة، ونفس الشيء النبات وأنواع الجماد أو ما يسمى المعادن، كل واحد عنده طبيعة خاصة. إذن احنا في الحقيقة كنفس عندما نولد في هذه الوجود، مثلا لو نفترض أن إنسان ولد الآن، فهو يلخص كل التجارب المادية من المعدن إلى الإنسان لكل أنواع البشر وكل أنواع الحيوان ولكل أنواع النبات ولكل أنواع الجماد. ولكن كل إنسان ينجذب، أو ما يسمى الجسم متاعه يتلقى الأشياء أو الأفكار. مثلا فما شخص يتلقى فكرة قديمة، وفما شخص لا، بالتفكير وبالوعي يطور تلك الفكرة ويصبح معناتها يوصل للفكرة الجديدة. لأن ما يسمى كمبيوتر أو ما يسمى تاريخ التجارب النفسية اللي هي المشاعر والفكرية موجودة فيما يسمى بالنفس الكلية والعقل الكلي. ونحن كبشر عندما نولد فارغين، ولكن عندنا القنوات لاستقبال هذه الشيء،
والتربية تساعد على أن نستقبل ما هو حديث أو ما هو قديم. ثم الإنسان عندما يبلغ ويوصل إلى مرتبة من العقل والتفكير، لو يتمرد على التقاليد والعادات يمكن أن يطور نفسه ويتلقى آخر الأفكار الحدثية وآخر التجارب النفسية. نظن الفكرة واضحة، يعني حياة واحدة لا تكفي، متفق معك، لأن كل المشاعر وكل الأفكار لا ليس خاصة بنا وحدنا. يعني مثلا الفكرة هذه بتاع الصفر المطلق أو الصفر بصفة عامة ما هيش فكرتي ولا فكرتك، هذه خموا فيها البشرية من أول وجود البشر، وهي موجودة في الفطرة الحيوانية وهي موجودة في الفطرة النباتية، صحيح بدون وعي، ولكن إلى أن وصلت للإنسان وأصبحت وعي. هذه الفكرة نظن واضحة المسألة. واضحة. أوكي. طيب نيجي نقطة، ده في كان مش عارف في إكو كده، سمعني كويس؟ سامعك كويس. تمام. مرض الفوبيا وخاصة عند الأطفال حديث الولادة وخاصة التوأم، إيه مرض الفوبيا؟ كلنا نعرف إن مرض الفوبيا بيحصل ردود فعل غير مبررة من شيء معين، مثلا اتنين توأم أمهم بتحميهم، واحد بتمسكه لمجرد إنه مثلا رجله تتحط في المية يعيط، الثاني أول لما رجله تتحط في المية مثلا يقعد يلعب بيها يلعب. أنا مش عايز أوصل برضو لأن العودة للتجسد تكون هي التفسير الوحيد، أنا بقول ليه ما نقولش إن العودة للتجسد تكون تفسير من ضمن التفسيرات، إن هذا الشخص مثلا كان في حياة سابقة مات غرقان، فمرض الفوبيا ممكن مش عايز أقول يتوصف إنه عودة للتجسد، ولكن عايز أقول إنه ممكن يتاخد، وإحنا يعني بنقول الأسباب نقول ممكن يكون بسبب العودة للتجسد. رأيك إيه في النقطة دي؟ هذه عملت فيها تجربة طويلة في المسألة هذه، يمكن كان نعطيك التجربة متاعي يمكن تعطيك فكرة على المسألة هذه. أنا من الصغر متاعي أكره شيء اسمه الحليب، عندي فوبيا من الحليب، وحاولت يعني نشوف لماذا أنا أكره الحليب، حتى أني مارست معناتها في الأول من الصغر متاعي، يعني كان أهلي يهزوني للطبيب، حتى الطبيب النفسي، لكي يتعرفوا لماذا أنا أكره الحليب، رغم أن الحليب يعني راضع من عند أمي، فهمت؟ لكن وقت وصلت إلى درجة من الوعي معين بداية من 7 سنوات، كنت عندما أشم الحليب أو أرى الحليب يحدث لي نوع من التقيؤ وأكره الحليب. وتم عندها عدة مرات الذهاب إلى الطبيب من أجل هذه المسألة، لكن عندما كبرت قمت بالعملية متاع ما يسمى التنويم المغناطيسي الذاتي للعودة بالذاكرة إلى خلف. وأنا معناتها أحب كثير ما يسمى التجارب، ما يسمى العرفانية، وخاصة ما يسمى بالارتقاء أو بالدخول في ما يسمى بالتاريخ الماضي. ماذا اكتشفت في الحقيقة؟ في الأول أنا كنت أؤمن بالتناسخ أو ما يسمى بالعودة الأبدية. ماذا اكتشفت؟ اكتشفت عندما عدت بنفسي اللي أنا كشخص قتلت بسم في الحليب، أوكي؟ يعني في فترة من الفترات الماضية قتلت أنهم وضعوا لي سم في الحليب، وفهمت حتى أني ذهبت إلى طبيب، يعني طبيبة هي مختصة تقوم بأبحاث نفسية، وعملت لي التنويم المغناطيسي، وقالت لي بالفعل في الكلام متاعك وأنت لا شعور تكلمت عن الحليب المسموم. إذن أنا أصبحت فترة من الزمن أؤمن أني أنا كنت موجود قبل هذه الحياة، يعني كإنسان وقتلت بالحليب. ولكن بعد أن قمت بالعملية للعودة عدة مرات اكتشفت شيء ألفت انتباهي، يعني عندما أعود للذاكرة متاعي نلقى روحي أني لا أرى إلا الرجلين. فتسألت لماذا أنا لا أرى إلا الرجلين متاع الناس؟
فكرت اللي انا كنت يمكن في حياه اخرى انسان قصير، يعني انسان يعني قصير انظر للرجلين. فماذا فعلت؟ فحاولت ان اوجه بالاسقاط النجمي، اوجه تفكيري، خاطر الاسقاط النجمي تنجم تعمله في الحاضر وتنجم تعمله في المستقبل وتنجم تعمله في الماضي، اني اذهب واشوف نفسي في الماء، انا شكون؟ عرفت ان اشوف شكلي. وماذا اكتشفت؟ اكتشفت اني انا كنت قط، وبالفعل اكتشفت اللي انا معناتها القطط حاجه عندي يعني مقدسه، فهمت؟ رغم اني معناتها عندي حتى حساسيه من الشعر متاع القط، لكن انا احب القط، احب القطوط كثير. فاكتشفت من بعد تفكير وعاودت بحث العمليه ان طبيعه الفوبيا من الحليب كانت نتيجه طبيعه مرت في حيوان والتقطتها انا. وهذا يتفق نوعا ما مع الفكر الغنوصي اللي يقول كل المشاعر الحيوانية تنتقل للإنسان وتكون النفس الإنسانية. يعني في الإنسان هناك مشاعر، ولهذا فما طريقة في الغنوصية هي طريقة التركيز على صورة الشخص، على صورة أي شخص، تنجم تعرف ما هو آخر حيوان تأثر، أكثر حيوان تأثر به خلال مرحلة المرحلة الحيوانية كنفس ليس كجسم. يعني وعملت حتى أني بعض التجارب، أنه عندما يكون عندك حيوان أليف، عندك الحيوان الأليف ساعات يأخذ شخصيتك، يعني تنظر في عينين القط أو الكلب. مرة مثلا أنا أتيت لقيت الكلب متاعي جالس على المكتب متاعي ويتصرف كأنه أنا، يعني على الكمبيوتر متاعي. إذن هنا أنا قلت أن الحيوانات التي تكون قريبة منا خاصة الأليفة مشاعرها تتطور وتنتقل إلينا. فلهذا أنا عندما سألتني سؤال حياة واحدة تكفي، أقول لك لا تكفي لتطوير المشاعر، ولكن كشخص كفرد كأنا ككيان، فهمت؟ أنا من وقتها اكتشفت اللي معناتها في الحقيقة الفوبيا هذه اللي جاتني من الحليب هي نتيجة مشاعر لمشاعر تطور في حيوان وانتقل إلي أو أخذته خلال حياتي. هذه تجربتي الشخصية في هذه المسألة. بس هنا هو يعني هو إيه الفرق ما بين إنك تكون هذا الشيء أو إنك أنت تاخد أفكاره؟ ما هو أفكاره هي بقيت أنت هو. يعني أنا مش شايف في فرق كبير ما بين انك انت تاخد افكاره او انك تبقى هو. يعني الاثنين قريبين من بعض. هناك فرق، لان انا في الحقيقه لو معناتها تنظر حتى الى نفسك او اي انسان يبحث في الداخل بتاعه يلقى روحه بحر من الشخصيات، يعني عنده عده شخصيات. كان في ساعات الانسان عندما يفكر وحده يلقى افكار، يعني كانه مدينه كامله في مخه، مدينة كاملة الناس تتكلم، فهمت؟ لكن أنا معناتها قلت في الغنوصية ما يسمى بالنفس والعقل هو شيء قار لا يتحرك، يعني شيء جامد. فخلال هذه الفترة الجامدة هذه تمر المعادن وتمر النبات وتمر الحيوانات ويمر الإنسان، وكل إنسان على حسب التربية متاعه على حسب الطبيعة متاعه يتأثر. يعني أنا لا يمكن أن أقول أني كنت قط، لأني أنا في كل الحيوانات وكل النبات، ولكن متأثر بهذه الفكرة اللي أثرت على نفسي وجعلتني أكره الحليب. هي فكرة طبعا مجرد فكرة ونتيجة تجربة شخصية، لهذا توقفت عن الحديث عن ما يسمى التناسخ أو حياة أخرى، لأني أعتبر أني عندما أموت الإنسان في الوقت الحاضر على حسب ما أنت علمنا هو أرقى مراحل التطور للحياة، فعندما يموت سوف يبقى أيقونة انتظار العودة، بينما المشاعر الحيوانية عندما تموت تنتقل إلى الإنسان. وهذه وجهة نظر خاصة طبعا لا ألزم بها أحد، وفكرة التناسخ أيضا لا تشكل أي خطر، يعني لو تؤمن بها وتعتبر أنها تحقق لك التوازن النفسي ليس عندي أي مانع أي إنسان يؤمن بأي فكرة. نظن واضحة الفكرة. واضحة الفكرة، بس برضو أنا عايز أوضح أن أنا لا مش مؤمن بالتناسخ. في فرق ما بين التناسخ وبين العودة للتجسد
بهدف ترقي الصفات المعنوية للإنسان. لكن ما علينا، هنعدي هالنقطة دي. لا أريد أن أعرف الفرق من بين التناسخ والتجسد. التناسخ إنك ممكن ترجع لورا، يعني ممكن إنسان يبقى حيوان على أساس إن هو مثلا ظلم حيوان أو عمل حيوان فضربه وموته فيجي في شكل حيوان تاني. يعني النسخ ممكن يعني يجي في حاجة مختلفة غير الرقي، غير السلم الرقي. أنا بشوف إن أنا العودة للتجسد هدفها تراقي الكيان المعنوي الداخلي للكائن الحي. ادي الهدف بتاعها. بس في نقطة كمان انت في وسط الكلام قلتها ما اقدرش اعديها، هو ان الانسان هو رقم واحد او في على الارض. لا طبعا، لانك انت ما تقدرش، او مش لا طبعا، او ده رأيي، ان مثلا في سكتين على الكرة الارضية للكائنات الحية، والاتنين مشيوا في اتجاه الترقي. وانا بشوف النباتات دايما سبق الانسان، بل بالعكس، ان الانسان هو اللي بيتبع النبات. وكمان في الرقي في ابحاث كتيرة مش كل النباتات، يعني برضو زي عالم النبات في نبات معين زي الانسان راقي جدا، ما بيغلطش في الاعداد، فاهم، عارف الاعداد. الفيصل اللي بيني وبينه ليه بقول عليه راقي او سابقني في التطور او الى اخره، ان هو فاهم الاعداد وفاهم وجهة نظر، بس سكة تانية. فانا هناك وعي. لا، هو ماذا تقصد بالوعي علشان اتكلم؟ لان الوعي هل انا موجود ولا الوعي كذاكرة ولا الوعي اصل اللغة مطاطة. قل لي ايه الوعي؟ الوعي انت متفق معايا اللي النبات يعني فطري، يعني الرقي بتاعه هو رقي فطري. هل تتصور ان النبات واعي برقيه ويقوم بترقية نفسه بنفسه، ام هو الرقي بتاعه نتيجة الطبيعة؟ أنا مش حاضر أتكلم عن النبات، لأن أنا ما فيش تواصل بيني وبين النباتات الراقية للدرجة دي. أنا بحاول أعرفه، ويمكن الأوركيد هو اللي شاغل بالي لأنه ما بيغلطش في الأعداد وواخد متولي عادية، لكن سابق لأوانه، لأني لازلت في بداية. يعني أنا هاوي، مش يعني أنا لازم أشتغل وأحقق رغباتي يعني. سامحني، معناتها واحنا عندما نحكم، عندما نقول ان الانسان هو ارقى درجه، طبعا انا احكم انطلاق من إن انا كانسان، واتكلم عن الوعي. يعني لم نرى نبات، فهمت، فكر في الخروج من الارض واستعمار كواكب اخرى، لم نرى حيوان فكر في الخروج. لا 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 لا، استنى، لازم اوقفك. مين اللي قال؟ ممكن النبات يكون سبقنا وخرج خارج المجموعه الشمسيه قبلنا، على فكره. ومش لازم هنا انت بتتكلم كإنسان بالنسبة للإنسان، لكن الكائنات الحية التانية زي النباتات ده فرع تاني خالص. لكن كونه الفرق ليه، انا بقول برضو نرجع تاني للمطلق. اوكي، هل النبات عرف المطلق ولا لا؟ وقلنا المطلق اللي موجود في كوننا هي اللغة العددية. الله، النبات عارف الأعداد وبيغلطها. وفي نبات فطريا لا مش فطريا، لان فطريا بيغلط في الاعداد. انا عندي صور لنباتات غلطانه في الاعداد، المسلسل العددي بتاعها. يعني النبات المفروض بياخد مسلسلات عدديه معينه، لكن لانه مش راقي بيغلط في العدد. يعني المفروض يبقى 3 يطلعوا 4، لكن النبات الراقي لا يخطئ. زي احنا كده ما بنخلطش في الاعداد كانسان راقي، بنقول 1+1=2، فاحنا فاهمين المطلق. كون ان احنا وصلنا لمفهوم المطلق وكائن حي اخر وصل لمفهوم المطلق قبلينا، خد بالك، الظهور قبلينا والنباتات سبقانا قبلينا، والاعداد في الظهور وفي الحيوانات في النباتات الراقيه موجودة الخماسية، وموجودة بشكل واضح في أبحاث كتيرة الناس على النت بستغرب عليها. المهم ما علينا،
هل هي سبقتنا ولا ده؟ انا شايف العكس، ان هي سبقتنا خارج المجموعه الشمسيه، ومن اسبابها اللي هو برضو العوده الى، ان انا بشوف برضو ان الانسان لما بيوصل بصفاته انه يرتقي في الاخر بيسمح له ان هو ينتقل خارج المجموعه الشمسيه، خارج كوكب تاني، اللي هو يبقى رب بعد كده، يوصل للربوبيه، ان هو يروح زي مثلا بوذا، زي المسيح مثلا من 2000 سنة. يعني أنا بتخيل دولا كانوا كائنات حيرانية في مكان تاني، ووصلوا للإنسانية لقمتها، وجم يعني قدروا يتنقلوا من مجرة لهنا، لأن كون إن الصفات بتاعتي تاخد زي ما قلت الخوف والبتاع دي كلها أرقام، وكون إن أنا بقعد أقلل من الأرقام، فأنا لو هنشبهها بالوزن النسبي والسرعه، والسرعه بتساوي المسافه على الزمن، بيبقى عندي قدره لاني اقدر انجذب لبويضه ملقحه في مكان تاني بعيد خارج الكره الارضيه، وان انا طبعا يكون عندي حب العطاء، يكون اللي هو هروح اكون رب لهذا المكان ده. يعني شايفه بعد إنسان برضه، عشان لأن كده جرينا بسرعة لازم أقفل نقطتين. ممكن بسرعة تقول لي الأركان الرئيسية للإلحاد الإيماني؟ أعيد السؤال. الأركان الرئيسية للإلحاد الإيماني. الماذا؟ الإلحاد أي الإيماني. لم أسمع السؤال، فما شوية. طيب تدينا فكرة سريعة عن الإلحاد الإيماني في نقط محددة. الإلحاد الإيماني يمكن أن ألخصه في فكرة، يعني ما نعرف كيفاش معناتها لخصه، يعني هو صعب تلخيصه لا محالة، أما أحاول أن ألخصه بفكرة معناتها مهمة جدا، إن الرب غير موجود وإنما هو حلم إنساني. يعني أيقونة الرب هي أيقونة لم تتحقق بعد، وإنما لموجود واعي سوى البشر أو غير البشر يمكن أن يحققها في المستقبل. هذا ملخص الإلحاد الإيماني. وطبعاً لكي يصل الإنسان إلى فكرة ما يسمى الرب، يجب أن يكون بأخلاق سامية جداً، لكي ليس كرب خالق وإنما كرب مسير للكون من أجل بقاء الوجود والأزلية. تمام. آخر نقطة، وهي اتهمت اللا أدرية أو اللا أدري بالجبان، بالرغم أن اللا أدري يعني أنا شايفه، أنا بحب على فكرة أن أنا ألقب باللا أدري، وده لأني شايفه أنه في دايما يعني كونك أن أنت تقول لا أنا لا أدري، ففي عامل البحث، ولأني أنا مش على يقين من الغيبيات عموما بالمطلق، وبالتالي يبقى أنا دائم البحث في الـ، بالرغم كمان أن أنت ما اتهمتش الربوبية، يعني إحنا بنقول لا دينية وبعدها الربوبية وبعدين اللا أدرية وبعدين الملحد. ليه؟ لأن ليس هناك في الكون شيء بين البينين. معناتها لو نشوف معناتها في الكون كل شيء ما هوش ماخذ موقف فهو ليس أصلي، يعني يا أما نور يا أما ظلام، يا أما يغلب النور يا أما يغلب الظلام. أما بين دائما يعني الذي لا يكون له موقف لا يكون أصلي، يكون نجم نسميه أي شيء آخر وما نسميهوش أصلي. فلهذا بالنسبة لي لا أدري هو أنا شخصيا أراه يعني أنه موقف جبان. لماذا؟ ومش يعني أنه هو بالفعل جبانة، عندما نقول موقف جبان ليس يعني أنه بالفعل جبان، ولكن أنا أرى شخصيا أنه موقف جبان لأنه لم يتخذ قرار. لو كانت اللا أدرية متاعه مرحلة في مراحل حياته أنا أتفهم، ولكن لو كانت اللا أدرية متاعه هي موقف نهائي
انه لا يبحث. فبالنسبه لي يعني فما اشخاص انا حكيت معاهم لا ادريين يقول لي انا لا ادري، هل اساله السؤال هل لا ادري متاعك موقف مؤقت الى ان تتاكد ام هو حاله دائمه؟ فكثير منهم يقولوا لي انا لا اريد ان ابحث اصلا، بالنسبه لي لا ادري وخلاص. فاعتبروا مساله جبانه وعدم شجاعه لكي تعرف الحقيقه. لا، لو الموقف بتاعه زي ما بتقول كده يبقى هتفق معاك، لكن انا لما قدمت المقدمه قلت انه لا ادريه بتعني البحث المتواصل. لا، هذه ما هو الجبان، هذا يبحث. يعني انا لاني مش متاكد من شيء فانا يعني دائم البحث. لا، انا هذا لا يدخل في الجبن، هذا يدخل في البحث والشك طريق اليقين. انا عايز بس كده احنا زدنا عن ساعة فكفاية. اتنين، انا مش عارف لو في اي حد من اللي معانا دلوقتي او لو عندهم اي اسئلة يا ريت يحطوها تحت على الكومنت. انا بعتذر لان دي اول مرة اعمل بس مباشر. كمان بشكر كريم العبيدي، استمتعت بالساعة معاه. كلمة اخيرة كريم لو انت عايز او اي سؤال. لا، كلمة أخيرة فيما يخص الإيمان الإلحادي، فهمت؟ عندي معناتها جملة صغيرة تلخص الإيمان الإلحادي، أقول فيها الذي هو الإيمان الإلحادي هو نوع من الإيمان الشخصي لا يختلف في الأصل عن بقية أنواع الإيمان، إلا أنه يعتمد إلا أنه لا يعتمد على قوة غيبية ولا قوة ما فوق الطبيعة، وإنما ينبع من الإنسان إلى الكون بأسره، ويجعل من الإنسان كشخص مسؤول عن نفسه كإنسان ومسؤول على كل من حوله. هذا ملخص الإيمان الإلحادي. عندك أي تعليق أو أي سؤال لي في إذا كنت تابعتني في أي حاجة غير الصفر المطلق؟ والله عندي سؤال فيما يخص فكرة الرب. يعني أنت توا الآن قلت لي لا أدري، فهمت؟ يعني لا أدري، أنا كنت أظن أنك ربوبي، يعني تعتبر الصفر المطلق هو الرب، فهمت؟ السؤال متاعي، هل تتصور أنه ما يسمى بالصفر المطلق اللي هو أصل الوجود، حتى باتفاق يعني العلماء يقول لك قبل البيج بانج كان عدم أو معناتها كان شيء مجهول، هل تعتبر أن الذي حرك الوجود والذي أوجد الوجود، هل الوجود كان وجوده بشيء واعي أم هو عملية ميكانيكية وقعت بطريقة طبيعية؟ هذا السؤال متاعك. لا، السؤال حتى أنا عامل علامة استفهام يمكن في الصورة في البروفايل بتاعي ما بين الصفر والرقم. حط علامة استفهام، فهو فعلا منطقة غامضة. كل اللي أنت بتقوله ده مطروح وأفكارها غيرها مطروح، وأي حد بيقول أي فكرة بتبقى مطروحة. ففي النقطة دي أنا فعلا لا أدري هل هي على الطريقة الغنوصية، لا على طريقة بيج بانج، على طريقة الصفر المطلق، أنتك صفر وجودي، أو لا، كل ممكن يكون أجوبة أو معرفش أحسن إجابة. اوكي، شكرا. انا غير اردت يعني نجم انت تكون يعني لا ادري، مازلت يعني في المساله هذه بين يعني مازلت لا مش ربوبي، لا انا مش ربوبي. اوكي ممتاز. بس برضو انا ما بحبش الالقاب، بس على اساس ان حتى انا اكره الالقاب، اكره يعني انا في عالم الماده، وكل ليس هو موجود في اطار لا يمكن ان يفهمك الاخرين. انت زي ما انت قلت كده، انا مؤمن بالالحاد الايماني، انا عندي حاجه مسميها العقيده الرقميه. اوكي، فانا بعتقد في العقيده الرقميه. شكرا كريم، اتشرفت بوجودك. تحت امرك. باي باي، سلام. شكرا، مع السلامه. شكرا.